الولد بيبص على الضفدعة. الولد بيبص على الضفدعة. هو لابس جردل على راسه زي الطاقية. هو لابس جردل على راسه زي الطاقية. الجردل وقع على راسه. الجردل وقع على راسه. الولد قاعد في البحيرة. الولد قاعد في البحيرة. دلوقتي الولد والكلب بيقدروا يتنفسوا مرة تانية. دلوقتي الولد والكلب بيقدروا يتنفسوا مرة تانية. دلوقتي راس الولد والكلب فوق المية. دلوقتي راس الولد والكلب فوق المية، لكن الشبكة لسه على شاطئ البحيرة. لكن الشبكة لسه على شاطئ البحيرة. الكلب مش مبسوط مع صاحبه. الكلب مش مبسوط مع صاحبه. الضفدعة بتبص على الولد. الضفدعة بتبص على الولد. والولد عمل خطة تانية. الولد عمل خطة تانية عشان لسه عايز يصطاد الضفدعة. عشان لسه عايز يصطاد الضفدعة. ايد الولد بتلمس الجردل والايد التانية تحت المية. ايد الولد بتلمس الجردل والايد التانية تحت المية. البحيرة مش عميقة. البحيرة مش عميقة. عشان كده الولد مش لازم يعوم. عشان كده الولد مش لازم يعوم. لكن الكلب قصير ولازم يعوم. لكن الكلب قصير ولازم يعوم. الضفدعة بتفكر، انا اعمل ايه دلوقتي؟ انط ولا استنى هنا؟ الضفدعة بتفكر، انا اعمل ايه دلوقتي؟ انط ولا استنى هنا؟ الكلب بيتفرج على الموقف بين الولد والضفدعة. الكلب بيتفرج على الموقف بين الولد والضفدعة وبيفكر، امتى احنا هنخلص الخطة دي؟ امتى احنا هنخلص الخطة دي؟ عشان الكلب عايز ياخد دش دافي وياكل ويشرب شاي. عشان الكلب عايز ياخد دش دافي وياكل ويشرب شاي. الولد بيفتكر الضفدعة لطيفة. الولد بيفتكر الضفدعة لطيفة. المية رجعت هادية تاني. المية رجعت